السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. متابعي قناة تدبير، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. تدبيرتنا لنهار اليوم هي حلوة اقتصادية بدون حشوة وتحمل الوجه في المناسبات. نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا 250 غرام مارغرين لابيل، راح نضيف عليهم قرصة ملح، وراح نضيف عليها كاس أتاي زيت. عندي هنا كاس مايزينا مغربله وزوج حبات بيض، راح نعطرها بقشور ليمون ونضيف عليها مغرفه صغيره لافاني ومغرفه صغيره خميره كيميائيه ونجوزهم في الصفايه باش نتفاداو الحبيبات. لهنا راح نخلط بالباتور حتى يولي الخليط شغل بوماد، وكي نخلطو بالباتور راح ندمجو كامل المكونات. بعدها راح نضيف الفارينة، لهنا درت زوج كيسان وصفيتهم. نطم العجينة وندير الفارينة تدريجيا، لهنا درت لي 4 كيسان. والكاس اللي كيلت به يرفد 220 مليلتر. العجينة راح نديرها طرية، من بعد راح نضيف عليها نص كاس ماء زهر، نعجنها مليح ونغطي عليها ونخلي العجينة تاعي تريح حوالي 10 دقائق. بعد ما ريحت العجينة تاعي راح نشكلها كريات، وراح تعطي لي 36 حبة. الحبات تاعي راح نديرهم طوسطين ومتساويين، وراح نخدم هذا المول اللي راه طوندونس، نغطيه بالبابي فيلم، نعمر كامل المول تاعي. لهنا راح نضغط مليح، نسي كيفاش نساوي كامل الاطراف. كي نخدمو بالبابي فيلم الحبة راح تتنحالي بكل سهولة، ونكمل كامل الكمية اللي عندي. هاد الحلوة راح تخدميها بكل سهولة وما تديش الوقت بزاف، ونطيبها على درجة الحرارة 160 هكاك باش تطيب لي الداخل. حطيت الحلوة تاعي داخل الفور وراح تنوجد شوكولا. انا نخدم شوكولا دادا، دوبتها على حمام مائي باش نزين الحلوة تاعي. راح ندير الخط في النص ونغطي كامل النص اللي بقالي، ونخليها تتقطر ونكمل كامل الكمية اللي عندي. نخلي الحلوة تاعي تنشف، من بعد راح نكمل التزيين. عندي هنا المربى تاع المشماش، ندهن به النص تاع الحلوة اللي بقالي، من بعد راح ندردر عليها الكاوكاو. كيما تقدروا تزينوها بالكوفريت ولا نواط كوكو. لهنا راح نزينها بشيكولا اللي بقات لي، كيما تقدر تخلوها هكاك يجي المنظر تاعها شباب بزاف. الجهه الاخرى راح نزينها بشيكولا البيضاء. ونشوفوا الحلوه تاعنا في طبق التقديم. الحلوه تاعنا راهي واجده، قد ما نشكر فيها قليل. جربوها ورجعوا لي بالخبر في التعليقات. طريه طريه وخفيفه ما فيهاش، وراح تحمل لكم الوجه في المناسبات. لحقنا لنهايه الفيديو لنهار اليوم. اللي مازال ما اشتركوش ديروا لي لايك واشتراك في القناه.
تعليقاتكم وتشجيعاتكم بزاف تهمني. ملاقات الخير في فيديو واحد اخرين. سلام.